السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، أجدد لقائكم اليوم لإتمام تبقى من مقرر مادة التربية على المواطنة. كما تلاحظون درسنا اليوم هو الدرس الأخير في المقرر، النهوض بقيم المواطنة، اقتراح برامج إعلامية، كتابة مذكرة لعرض اقتراحات. طبعا هذا الدرس له ارتباط وثيق بما درسناه في العديد من القيم. بمعنى آخر، مثلا الدرس السابق رأينا دور المغرب في الحوار بين الأديان ونشر السلم العالمي، إذا كلها مجموعة من القيم الإنسانية التي يجب أن نعمل على نشرها، وبالتالي فالبرامج الإعلامية تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن. واليوم سنحدد أبنائي مفهوم البرامج الإعلامية وأنواع هذه البرامج الإعلامية كما تلاحظون من خلال أهداف الدرس. إذا الهدف الأول تعرف أنواع البرامج الإعلامية. الهدف الثاني والأخير في الحصة إدراك أهمية البرامج الإعلامية، أي دور البرامج الإعلامية في النهوض بقيم المواطنة. أول نشاط كما تلاحظون نص ارتباط الحرية بالمسؤولية في المشهد الإعلامي. إذا أبنائي، قبل أن نشرح في شرح النص سنعطي مفهوم لي. إذا مفهوم البرامج الإعلامية، مفهوم البرامج الإعلامية. إذا عندما نقول عن البرامج الإعلامية، هي برامج مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. لاحظوا ثلاث أنواع: برامج مكتوبة، مسموعة، مرئية، تهدف إلى ربط الاتصال بالجمهور. من هو هذا الجمهور؟ إذا كانت مكتوبة، القارئ. إذا كانت مسموعة، المستمع، الراديو مثلا، الميديا. وإذا كانت مرئية، المشاهد. إذن هذا هو مفهوم برامج الإعلامية. نقرأ النص. هذا النص هو عبارة عن رسالة لجلالة الملك محمد السادس، موجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الرباط في 15 نوفمبر أو 15 نوفمبر 2002، كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به الذي يقوم به ويتبوى أن يحتل المكان الجدير به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. بمعنى آخر، رسالة جلالة الملك تؤكد على ضرورة ربط الحرية الإعلامية، بمعنى آخر العمل في المجال الإعلامي أو الصحفي يجب أن يكون في ظل الحرية، ولكن هذه الحرية يجب أن تمارس بنوع من الأخلاقيات، وهنا نركز على أخلاقية المهنة. وبالتالي يؤكد جلالة الملك على ربط الحرية الإعلامية بالمسؤولية، بالمسؤولية. نعرف جيدا بأن البرامج الإعلامية تنقل لنا الأخبار، تقدم لنا تحاليل إخبارية، تعطي لنا معلومات، ولكن على الصحفي أو الإعلامي الذي المسؤول على هذه الأخبار أن يتحلى بالصدق، أي المصداقية، أن يتحلى بالأمانة في نقل الخبر، أن يتحلى بأخلاق المهنة العالية.
بيد أن، ما معنى بيد؟ غير أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة. ماذا نقصد بالألفية الجديدة؟ الألفية الثالثة التي نحن الآن بصددها، وهي التي ابتدأت من 2001 إلى حدود الآن 2021. ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والمواد اللازمة. إذن التأكيد كذلك من خلال الرسالة الملكية على ضرورة توفير للإعلام الذي يشتغل في مجال الإعلام مناهج للإعلام مناهج معينة ونصوص قانونية واضحة، ونصوص قانونية واضحة مثل قانون الصحافة والأدوات والمواد. وإن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الخالي، لاحظوا التركيز على الأخلاق، من خلال تضافر جهود ومؤهلات الجميع وإدراك حقيقة لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية. بمعنى الإعلام يلعب دورا هاما في تنشيط الحياة الديمقراطية أو إنجاح المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، وبالتالي يجب على الجميع أن يبذل مجهودات ويتحلل بالمسؤولية من أجل الوصول إلى إعلام صادق، إعلام هادف، إعلام يعطي نفسا جديدا للمسار الديمقراطي في المغرب، وكذلك يلقي الضوء على مجموعة من الحريات التي يتمتع بها المواطن والمواطنات. وبالتالي رسالة جلالة الملك محمد السادس تأتي في هذا الصدد. ننتقل إلى النشاط الثاني، الوثيقة 2، جدول توضيحي. ماذا يمثل الجدول؟ أنواع البرامج الإعلامية من حيث الشكل كما حددناها سلفا، حددنا الإعلام المكتوب، برامج الإعلامية المكتوبة الموجهة للقارئ، الإعلام المسموع الموجه للمستمع كما حددنا، والإعلام المرئي. إذن هنا بالنسبة للبرامج الإعلامية، البرامج الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، عندما نقول مكتوب يؤمن الاتصال بالكلمة، بالكلمة المكتوبة، أي يوجه رسالته للقارئ بإعلام مكتوب، هنا بالكلمة المنطوقة لاستماع المستمع، هنا بالكلمة المنطوقة بالاتصال عبر الصورة وكذلك كما حددنا الكلمة. من المستهدف؟ القارئ، حددنا ذلك سلفا، المستمع ثم المشاهد. أمثلة عنه مثلا مقالات صحفية، جرائد. إذن عندما نقول المكتوب جرائد مثلا صحف إلى غير ذلك، المسموع حوار مثلا حديث ولكن إذاعي. ما معنى إذاعي؟ عبر الميديا. ثم هناك شريط صوتي مثلا، والمرئي مثلا برامج تلفزيونية، يعني صوت وصورة تلفزيونية، أشرطة وثائقية مثلا، أشرطة وثائقية، قد تكون كذلك إشهارات، قد تكون مثلا إشهارات اجتماعية، أشرطة اجتماعية، بعض
الحلقات الوثائقية على مستوى مثلا بعض الحلقات في بعض البرامج التلفزية التي نتابعها يوميا أو بعض الأحيان أسبوعيا عبر شاشة التلفاز. إذا أبنائي الأعزاء نمر إلى نشاط ثالث، الوثيقة خطاطة داعمة. ماذا تمثل الخطاطة؟ أنواع البرامج العمل التي تتوخى النهوض بقيم المواطنة من حيث المضمون. نحن رأينا أنواع البرامج الإعلامية، هناك المكتوبة، هناك المسموعة، وهناك المرئية، ولكن هنا هذه البرامج. إذا دور البرامج الإعلامية في النهوض بقيم المواطنة، في النهوض بقيم المواطنة من حيث المضمون. مثلا إعلام يدخل في مجال التحسيس، فهناك ألف برامج تحسيسية. برامج تحسيسية، ما هو الهدف منها؟ التأثير في أفكار ومواقف وسلوكات الجماعات والأفراد، دوره التوعية وتربية. ولا بأس نقدم أمثلة عن هذه البرامج الإعلامية التحسيسية لما نراه، نستغل الفرصة ونؤكد على البرنامج التحسيسي الذي يشاهد عبر قنوات التلفزة المغربية فيما يتعلق بتحسيس المواطن والمواطنة بأهمية التلقيح وأخذ جرعات التلقيح بالنسبة للقاحات المضادة لفيروس كورونا. هذه كلها عبارة عن برامج إعلامية إما مسموعة أو مكتوبة أو حتى مرئية، صورة وكلمة، هدفها التوعية والتربية. ثم هناك مثلا حملات التلقيح، نعطي مثال هنا لحملات التلقيح. باء، هناك برامج إعلامية ولكن تدخل في ماذا؟ في مجال الترافع. إذا برامج إعلامية تدخل في مجال الترافع. ماذا نقصد بالترافع؟ لاحظوا معي، الهدف التأثير في مسلسل اتخاذ القرار أو وضع برنامج من قبل مؤسسة معينة. بمعنى هنا الإعلامي أو الذين يشتغلون في الحق الإعلامي لهم كامل الصلاحية بالكتابة أو إنجاز برامج تلفزية أو إذاعية من أجل التأثير في اتخاذ بعض القرارات. دوره الضغط، لاحظوا الضغط في إطار التفاوض وفي إطار البرهنة وإبراز الأدلة، من الضغط من أجل اتخاذ القرارات الملائمة، من أجل اتخاذ القرارات الملائمة من أي جهة كانت أو من أي جهة مسؤولة. سنقف عند الحد أبنائي ونواصل في الحصة المقبلة إن شاء الله، وشكراً.